شهداء الكرام، أهلا بكم إلى جولتنا في السودان هذا المساء من قناة الشروق، والذي نخصص جله لمتابعة احتفالات الشارع السوداني بالذكرى الأولى للثورة الشعبية. والبداية بالعناوين: حشود بشرية ومواكب تعم مدن السودان في الذكرى الأولى لانطلاقة الثورة الشعبية. خلال لقائه قيادات النازحين بإقليم دارفور، البرهان يؤكد أحقية أهل دارفور في اختيار المكان الذي يحقق لهم العدالة. زعيم حزب الأمة القومي يدعو إلى وضع استراتيجية محكمة ومتفق عليها من أجل تحقيق السلام بالبلاد. الوساطة تسلم وفد الحكومة ورقة الاتفاق الإطاري للتفاوض حول قضايا دارفور. أهلا بكم إلى التفاصيل. أحيا السودانيون اليوم الخميس الذكرى الأولى لانطلاقة الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس البشير، وشهدت مدن السودان المختلفة مواكب ضخمة احتفالا بالثورة الشعبية التي انتهت إلى الإطاحة بالبشير في 11 من إبريل الماضي. وشهدت مدينة عطبرة أكبر حشود بشرية في تاريخ المدينة العمالية استقبالا لقطار قادم من الخرطوم على متنه قيادات سياسية وشبابية شاركت في الحراك الثوري الذي أطاح بالرئيس، بجانب قيادات من تجمع المهنيين السودانيين أبرزهم محمد ناجي الأصم ووزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي والبراغ النزير. واستقبلت محطات السكة الحديد على طول امتداد الخط الحديدي ما بين الخرطوم وعطبرة قطاري رد جميل اللذين سيرتهما قوى إعلان الحرية والتغيير، وفاء وعرفان لثوار وشهداء مدينة عطبرة. وأعرب العديد من شهود الحدث المشاركين في احتفالات الذكرى الأولى لثورة ديسمبر الذين استطلعتهم كاميرا الشروق، أعربوا عن سعادتهم بهذه الملاحم الوطنية التي جسدتها مشاهد تبادل قطارات الثورة ما بين الخرطوم وعطبرة، مؤكدين بأنها ميزت ثورة ديسمبر السودانية عن غيرها من الثورات الشعبية في العالم. ووصفوا اختيار مدينة عطبرة لاحتفالات العيد الأول للثورة لأنه أعطاها الرمزية التي تستحقها كمدينة مفجرة للثورات وصانعة للتغيير. وأكدوا دعمهم لحكومة الفترة الانتقالية بكافة مؤسساتها من أجل تمكينها من الإيفاء بمطلوبات المرحلة. الذكرى الأولى لثورة عطبرة تشهد أكبر حشود بشرية في تاريخها استقبالا لقطار الثورة. الصورة يعني كفت ووفت، ما في واحد من الشعب السوداني عموما أو بمدينة عطبرة بيقدر يحكي ليك الحاجه اللي حصلت او المنظر بتاع القطر او كده، يعني حتى الناس الجايين يعني اتفاجئوا مفاجاه كبيره بوصول القطار لهذه الولايه والاستقبال، وقلوبنا وبيوتنا كلها مفتوحه ان شاء الله. يعني احساس لا يوصف، صباح الحريه ونهار الحريه وظهر الحريه، وانت شايف بعيونك قطر حامل الحريه على اكتافه وجاي داخل عطبره، فحاجه كده ذاته الكلام عنها ببيخه أحسن ما نتكلم. يعني إحساس والله إحساس لا يوصف، حاجة جميلة جدا وحاجة بتعبر عن حرية الشباب وحرية المؤسسات. يعني الليلة الكوبري هنا وزي ما بقولوا المحطة ذاتها كمية من الناس، من المدنيين من العسكريين، تكاتف لا يوصف، إحساس لا يوصف، يعني حاجة جميلة جدا. فرح ما طبيعي، الناس يعني عايشة نوع من الفرحة يعني يستحقها هذا الشعب. يا ريت يا ريت يا ريت السودان الناس كلها تعمل على بناه يعني، ويستحق يستحق. شكرا كل اهل عطبرة، شكرا لكل الثوار، شكرا لكل الزائرين، وإقامة طيبة ان شاء الله. ثورتنا حتتواصل انجازاتنا، ونحن متواصلين ومع اي حكومة طول ما هي بدون تنظيمات بدون تفصيلات، نحن مع اي حكومة طول ما هي بخط المواطن، اي حكومة بغض النظر عن منو، طول ما هي انحرفت عن المسار نحن في عطبرة الخط الأحم الأول البيقيف في خط النار. أحيا عشرات الآلاف من ولايات السودان الذكرى الأولى لثورة ديسمبر في مدينة عطبرة مفجرة شرارة الثورة، وفيما سيرت قوى إعلان الحرية والتغيير ثلاث قطارات لرد الجميل والوفاء، استقبلت المدينة العديد من الرحلات البرية من مختلف مدن السودان. من هنا كانت شرارة ثورة ديسمبر المجيدة
حينما خرج طلاب مدرسة عضل الثانوية الصناعية محتجين على ارتفاع أسعار الخبز. مرقنا صاد الفطور لقينا الحجب العيش بثلاثة جنيه طبعا هنا والقروش ما لقينا مكفي يعني احنا بجيب وذاك حتة ثانية وطبعا ما رضينا يعني وقمنا نسرع. واليوم تتجدد ذكرى العطرة للثورة المجيدة، ومن حيث بدأت تنطلق احتفالات البلاد القومية بالثورة السودانية من عبرة التي تدفق إليها الثوار والكنداكات من كل حدب وصوب. الفعالية المقصود بها إننا نقول للشهداء بتاعيننا إنه دمكم ما راح هدر، إنه نحن هنواصل في طريقكم اللي انتوا رسمتوه لحد ما نصل للتحول الديمقراطي الكامل، نصل لدولة السلام والحرية والعدالة. ونحن برضو الأيام دي بمفاوضات السلام اللي بتبشرنا بأنه بإذن الله لن ترفع بندقية في هذا الوطن. ومع تجلي قيم الوفاء والعرفان لشهداء الثورة يأتي رد الجميل لمدينة عبرة عروس المدن الثورية السودانية. عندما شرقت وعبرة مرقت خرجت جميع المدن السودانية، جميع الولايات السودانية، وختاما بقطار مدينة عبرة، مدينة عبرة الزافرة، لكي يتلاحم مع ثوار كل الولايات في احتسام القيادة، إنها عبرة. وفي أرض فعاليات احتفالات الذكرى الأولى بثورة ديسمبر المجيدة في عبرة، يتلاحم الثوار والكنداكات مع أسر الشهداء مع المطالبة بإحقاق الحق وإجراء ميزان العدالة في قضيتهم. الرحمة للشهداء فقط مطالب الأجهزة العدلية بالإسراع في الكشف عن كل القتلة الموجودين ورفع الحصانة عنهم لتقديمهم للقصاص العادل. وبعد انقضاء عام كامل من عمر الثورة المجيدة، لا يزال الرضا والتفاؤل هم سيداء الموقف حيال مسيرة الثورة وأداء حكومة الفترة الانتقالية وفق مطلوباتها ومهامها وتحدياتها. الناس كانوا متخيلين انه الحكومة الانتقالية وكان عندها عصا موسى بينه بين يوم وليلة يعني تزيل دمار له 30 سنة، ف 30 سنة دي كرست واقع بيبقى الخروج منه محتاج لوقت، ما بالضرورة يحتاج لوقت كثير، ولكنه عشان انت تأسس لنظام ديمقراطي انت ما مسألة تغيير اشخاص. يعني الثورة دي لما جات ما جات عشان تغيير شخص بفلان وبعلا، لكن جات لتكريس مفاهيم. عصام الحكيم، الشروق، ولاية نهر النيل، مدينة عبرة. وفي العاصمة الخرطوم احتشد الآلاف في شوارعها وشهدت ساحة الحرية بالخرطوم اليوم تجمعا واسعا في ذكرى إحياء ثورة ديسمبر المجيدة، وقد شهدت الشوارع مسيرات متواصلة. وقال عدد من الثوار إنهم يدعمون حكومة حمدوك حتى تحقق كامل أهدافها. وردد المتظاهرون شعارات حرية سلام وعدالة وحملوا أعلام السودان وصور للشهداء، ورددوا هتافات تعبر عن عزمهم على مواصلة الثورة والتمسك بأهدافها. واليوم الخميس تمر الذكرى الأولى للثورة السودانية، والتي كانت انطلقت في 19 من ديسمبر من العام الماضي قبل أن يتم الإطاحة بالبشير. حقيقة الثورة السودانية كانت مثال بيضرب به كل العالم يعني بيحترم بالثورة السودانية، بيحترم بنجاح الثورة السودانية. نحن بنقول الثورة السودانية يا دا بدت، الثورة السودانية ما انتهت، محتاجين كلنا نتكاتف، محتاجين كلنا تكون كلمتنا واحدة عشان ما ننهض بالسودان. وشهد هذا التلاحم يعني اللي نحن في ساعة الحرية بنلقى كل المواكب المختلفة من كل أنحاء السودان اليوم أتت حضور إلى ساحة الحرية لتأكد نجاح الثورة السودانية ولتأكد من أن الثورة السودانية هي غادمة إن شاء الله بإذن الله. العيد الأول لثورة ديسمبر هو عبارة عن تذكير وهو عبارة عن تجديد لعهد نحن قطعناه مع شهدانا، إنه نحن ما حننساهم، وإنه الثورة دي إحنا مصرين نكون حارسين للثورة لغاية ما تتحقق المدنية اللي هم كانوا بيحلموا بها واللي هم مهروها بدماءهم الغالية. الليلة كل أسر الشهداء موجودين في شوارع الخرطوم المختلفة عشان يذكرونا إنه ديل أولادنا وديل الناس ضحوا عشانكم فما تنسوهم. وحيي الثوار في كل مكان، وأترحم على الشهداء الذين أسروا هذه الأرض بدمائهم، إن هذه الثورة ممهورة بالدماء، بدماء الشباب وليس الشياب، بدماء الشباب أمهرت هذه الثورة، فلا بد من أن هذه الثورة
أنها تحتاج إلى الدعم والدعم والدعم، ونحن في دعم هذه الثورة، وإن شاء الله سودان جديد. وأنا بعتبر أنه هذا اليوم يوم استغلال السودان. احتفلت ولاية شمال كردفان بذكرى الاستقلال ومرور عام على ثورة ديسمبر المجيدة، حيث جابت مسيرات جماهيرية شوارع مدينة الأبيض رافعة شعارات حرية سلام وعدالة، واستقرت بميدان الحرية حيث خاطبها والي شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله، الذي دعا لإنزال شعارات الثورة للواقع المعاش، وأن تكون شعورا عاما لدى الشعب، وأن تكون المرحلة الحالية سانحة لتجاوز الخلافات وإحلال السلام وتحسين الوضع الاقتصادي وقيادة المبادرات التي تعلي من شأن الوطن وكرامة مواطنيه. ودعا والي شمال كردفان المكلف الشباب إلى الوعي بالتحديات التي تواجه البلاد. في مثل هذا اليوم انعتق السودان من الاستعمار، فدعونا اليوم أن نأخذ العبر، وأن تكون ثورتنا المجيدة هي أيضا انعتاق من التبعية العمياء، وأن يتجسد شعار هذه الثورة حرية سلام وعدالة على أرض الواقع، وأن نجعله شعورا لا شعارا، شعورا نلتمس فيه رفاهية المواطن البسيط من توفير سبل العيش والأمن والسلام المجتمعيين، شعورا يتجلى في صدور شبابنا الأعزاء مفجري ثورة ديسمبر أبريل المجيدة. من جهته أبان ممثل قوى الحرية والتغيير بشمال كردفان سليمان أحمد فضل أن الاحتفالات الجماهيرية ستتواصل بكل أرجاء الولاية لبث الوعي وحشد الدعم والتأييد للفترة الانتقالية بتكاتف والانسجام بين الشعب والحكومة، وأشار إلى أن الفترة الانتقالية لن تكون حكرا لقوى الحرية والتغيير، ولكنها مرحلة تتطلب مساهمة الجميع في التغيير للأفضل وإرساء قيم العدالة والحرية. متكاتفين جميعنا من أجل إنجاح الفترة الانتقالية، متكاتفين جميعنا شعبا وحكومة من أجل تغيير الواقع السوداني، ومن أجل إرساء قيم الديمقراطية، ومن أجل إرساء قيم الآخر. كان الاحتفال هو تقليدا لذكرى الشهداء، ومن عبر ذلك تم إعلان رسميا تسمية شارع الدكاترة باسم شارع الشهداء تقليدا لهم، وكان هنالك جدار بشري امتد من في الشوارع الرئيسية لمدينة الأبيض تقليدا للذكرى، والاحتفال هو امتداد لنضالات شعبنا الأبي. حيتواصل الاحتفال الليلة وبكرة وبعد بكرة، وحنكون مستمرين باسم قوى إعلان حرية وتغيير. رسالتنا حتكون لكل أبناء الشعب السوداني إنه الفترة الانتقالية هي ما حجرا للحرية والتغيير، بل هي المفترض كلنا مع بعض نتكاتف شعبا وحكومة من أجل إنجاح الفترة الانتقالية. وفي ولاية جنوب كردفان نظمت مكونات ثورة ديسمبر كرنفالا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة، وحي المتحدثون من تجمع المهنيين ولجان مقاومة كادوغلي والتنسيقية الولائية لقوى الحرية والتغيير مجاهدات الشعب السوداني وشهداء الحراك الثوري التي توجت بالسلمية وأسست لعهد جديد تسوده الحرية والسلام والعدالة، مشيرين إلى أهمية الوصول لسلام عبر منبر جوبا بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح بالولاية كمدخل لاستكمال مطلوبات الفترة الانتقالية وتحقيق غايات الثورة في التنمية والرفاهية لإنسان السودان والولاية. نحن في جنوب كردفان طعم الثورة لنا خاص، لأن أولى أولويات الحكومة الانتقالية قضية السلام، وقضية السلام لها إلغاء خاص لنا في جنوب كردفان، لأننا أكثر من تزوغ مرارة الحرب. بالتالي كون تولي هذه الحكومة السلام أولى أولوياتها فهذا جيد جدا. نتمنى من كل الأطراف المشاركة في هذه الثورة وفي كل المناحي بتاع العمل العام على مستوى السودان أن تتضافر الجهود، ودي رسالة مننا هنا من جنوب كردفان أن كلنا كشعب سوداني نتآخى ونتسامح ونعلو فوق الخلافات لكي تتحقق السلام المجتمعي، لكي يتحقق السلام الشامل في هذه البلاد. السلام هو مطلب عادل لكل الشعب السوداني، ولن يتأتى إلا بتضافر الجهود وإلا بالتآخى والتسامح والسمو فوق الخلافات. اليوم مقاومة كادوغلي نتمنى السلام
في كل أنحاء البلاد. أتمنى أن كل المجتمع السوداني يبادر في نشر فكرة السلام ونشر التوعية بأهمية السلام ومبادرة المجتمع في أهمية التعايش السلمي في السودان. أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد ركن عامر محمد الحسن أن القوات المسلحة ستظل في خندق واحد مع بقية القوات النظامية الأخرى للحفاظ على مكتسبات الشعب السوداني وتطلعاته في مستقبل زاهر يحقق دولة الرخاء والحكم الرشيد. وهنأ عامر الشعب السوداني شبابا وشيبا صناع الثورة السودانية بذكرها الأولى التي تفجرت بجهود نضالات كل الشرفاء وبدماء الشهداء الذين يتوقون لسودان العزة والديمقراطية والذي تسوده الحرية والعدالة ويرفل في السلام ونسمات التوافق الوطني بين كافة مكونات المجتمع السوداني. انتقد الأمين العام لمجلس الكنائس السوداني ويليام دينغ الحكومات المتعاقبة على حكم السودان من بعد نيله لاستقلاله في العام 56 في ضعاف الوحدة الوطنية لأبناء الشعب من خلال أفرقة وعروبة الهوية على أساس الدين، مؤكدا أن الشعب السوداني يعد من أكثر الشعوب تسامحا واحتراما لحرية الدين والمعتقد. وأضاف دينغ خلال مخاطبته لملتقى التعايش الديني بالخرطوم أنهم خلصوا لمزيد من التوعية لمطلوبات التحول في البلاد وتأسيس لنهضة اقتصادية من خلال مزيد من التماسك والتعايش الاجتماعي بين مكونات الشعب المختلفة. أنا عارف أن المجتمع السوداني مجتمع معافى جدا جدا، ما في مشاكل ما بين المسلمين والمسيحيين من حيث الشعب، ولكن الأنظمة اللي جات في السودان من بعد الاستعمار ما رأت للمجتمع السوداني إنه مجتمع واحد، فتارة عروبة تارة الإسلام وتارة، فهكذا نحن ودرنا شبه ودرنا يعني، وكان يعني ودرنا البوتغة بتاعت الوطنية. فنحن في برامج بتاعت التماسك الاجتماعي بنقول عايزين نتنازل عن الإفريقية وعن العربية وعن الإسلام وعن المسيحية ونتماسك كسودانيين أول حاجة. وفي هذا السودانيين كسودانيين بنكون بيناتنا مسلمين، بيناتنا مسيحيين، بيناتنا أفارقة، بيناتنا عرب، وبهذا نقدر نطلع بنسيج سوداني جميل. قال رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان إنه لا أحد معصوم أو محمي من المحاسبة. وأكد البرهان في كلمته في لقاء حول قضايا النازحين بدارفور حرص الدولة على تحقيق العدالة. وتطرق البرهان إلى قضية المحكمة الجنائية وقال إن أهل دارفور من حقهم اختيار المكان الذي يحقق لهم العدالة، وأكد أن الحكومة ستصل إلى آخر مكان يمكن أن يحقق العدالة إذا عجزت أجهزة الدولة عن تحقيق العدالة لأهل دارفور في الداخل. وأكد البرهان كذلك ضرورة عودة جميع النازحين إلى قراهم ومناطقهم مع توفير حياة كريمة لهم. ما في أصلا زول بيعصم زول أو بيمنع زول من المحاسبة أو من المحاكمة. المحكمة الجنائية الدولية برضو الناس ما تطرقوا لها، نحن مع أهلنا كلهم في أي مكان ارتضت أن الناس العدالة ترجع للناس، الناس لن يترددوا في أنه يصلوا آخر مكان يتحقق فيه العدالة. إذا كان إحنا عجزنا أن نحقق العدالة لأهلنا هنا ذا من حقها، هم من حقهم أن يطالبوا أن العدالة تتحقق في أي مكان، ده حق الناس وحق أن إحنا حقنا عليهم أن نوفيهم حقهم. يجب أن كل ذول يرجع لمنطقته وتتوفر له الإمكانيات اللي بتخليه يعيش العيشة الكريمة اللي كان هو عايشة قبل الأحداث، دع واجب الناس وحقا عليهم. ودعا البرهان إلى إجراء مصالحة والاعتذار عن الأخطاء التي ارتكبت، وقال إن دارفور أصابها ظلم كبير خلف نزوح الأطفال والنساء. وبشأن المفاوضات أعلن البرهان تبني الدولة لرؤية أهل المصلحة من أجل تحقيق السلام، وقال إن الحكومة حريصة على تحقيق سلام دائم يعالج جذور المشكلة. إحنا ساعين في أنه إذا تحقق سلام ما يتحقق سلام منقوص، يجب أن كلنا نسعى
فأنه أي زول الآن ما ملتحق برقب السلام نحاول نجيبه ونلحقه عشان السلام لما يتم يقبى سلام كامل ويقبى في أي عذر لزول ثاني يشيل له سلاح والله يشيل له بندقية في دارفور والله في أي منطقة ثانية من مناطق السودان. نحن يجب أن نقعد كلنا تحت نقعد في الواطة ونتصافح ونتسامح ونعتذر لبعض ونحلحل مشاكلنا برانا، لأنه إذا قعدنا شيلنا معانا كل الأحقاد والله شيلنا معانا كل الأضغان وظللنا ننتقم من بعض أو ناخد حقنا بيدنا أصلا الأمور ما بتمشي قدامه، حنظل في هذه الدوامة وما حنصل لأي سلام. لكن الكلام ده ما بيجي إلا باعتراف، الناس يعترفوا بالأخطاء اللي ارتكبوها، الناس يطلبوا من الناس اللي ظلموهم أن يسامحوهم، وده حقهم في النهاية. هم نحن كلنا معترفين أن دارفور أصاب ظلم كبير جدا، وأهلها بالذات الناس الناجحين الأطفال والنساء الناس القاعدين لا حول لهم ولا قوة، يجب أن الناس يأخذوا بيدهم، يجب أن الناس يعتبروهم، يجب أن الناس يردوا لهم حقوقهم. من جانبه مكدت قيادات النازحين استعدادهم لحل قضايا النزوح، وأشاروا إلى ضرورة تحقيق الاستقرار في أماكن العودة الطوعية ومناطق الزراعة. نعلن استعدادنا دون سوانا لشروف التفاوض وفق مخرجات التوصيات، وأيضا لنا رؤية كاملة في حلحلة قضايا النزوح واللجوء. سعادة الأخ رئيس المجلس السيادي، نحن كنازحين طيلة فترة 17 عام من النظام السابق قد عانينا ونعاني بعد زحاب النظام، ومعاناتنا لم تقف في النواحي الأمنية، خاصة في قرى العودة الطوعية والموسم الزراعي، وأيضا في داخل معسكرات النازحين بوجود بعض المتفلتين المسلحين. دعا الإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي إلى وضع استراتيجية محكمة ومتفق عليها برعاية إقليمية ودولية حتى يتحقق السلام بالبلاد، وأشار المهدي أن السلام لا يتحقق إلا وفق خطوات ثلاث تبدأ باجتماع خارجي برعاية إفريقية يخلص لاتفاق على وقف العدائيات وتسريح ودمج القوات وهيكلة قومية للقوات النظامية وإعادة الحواكير لأصحابها واحتواء الميليشيات الحزبية والقبلية، واجتماع داخلي ينتهي الاتفاق حول الأسباب التي أدت للنزاع وسبل معالجتها وما يترتب على الخطوتين الثانية والثالثة، يبرم بموجبه اتفاق في مؤتمر قومي للسلام ويحال المؤتمر الدستوري ليصبح جزءا من الدستور. تسلم وفد الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي ورقة الاتفاق الإطاري للتفاوض حول قضايا دارفور، وأعلن التعايشي التزام الحكومة بإنهاء الحرب بالبلاد عبر مخاطبة الأسباب التي أدت إليها. وأكد التعايشي عدم وجود اختلافات كبيرة حول القضايا المطروحة في ورقة الاتفاق الإطاري التي وضعت للتقارب حول القضايا في درجة متقدمة. وقال التعايشي إن اليوم يصادف ذكرى إعلان الاستقلال من داخل البرلمان وثورة ديسمبر، ومن حق الشعب في هذه الذكرى إنهاء الحرب ومعالجة قضايا الاستقرار السياسي والاتجاه نحو التنمية، الأمر الذي يلقي بمسؤولية سياسية وأخلاقية على أطراف التفاوض بجوبة. إلى ذلك أوضح ديو مطوق عضو الوساطة أن الوساطة سلمت الحكومة الورقة ومنحتها فترة 72 ساعة للرد عليها. وأعرب مطوق عن رضا الوساطة التام عن سير التفاوض والجهود التي يبذلها المفاوضون تجاه الوصول إلى اتفاق يحقق السلام والاستقرار بالسودان. والموضوعات التي يمكن أن تطرح في المرحلة المقبلة، الورقة تم تقديمها، والحكومة السودانية الانتقالية استلم الورقة. نحن متوقعين في الوساطة نستلم الرد من قبل الحكومة السودانية خلال 72 ساعة، ونريد أن نؤكد للإعلام أنه هنالك تقارب في الرؤى والأفكار من خلال الكلمات المقدمة من قبل الرؤساء الممثلة في التفاوض، وهذا يدل على أنه المحادثات ستمضي في إطارها صحيح،
وسيكون هنالك تقارب والسلام إن شاء الله في القريب العاجل. من جهته أبان المرضي أبو القاسم مختار نائب أمين التفاوض للسلام بحركة العدل والمساواة أن الورقة شملت قضايا إجرائية وقضايا جوهرية للتفاوض وتشكل الإطار العام للعملية التفاوضية في المرحلة المقبلة. وأثنى المرضي على الروح الطيبة التي أبداها عضو مجلس السيادة رئيس وفد الحكومة خلال الجلسة للجلسة التي تمت في جوبا. نحن في مسار دارفور قدمنا ورقة الاتفاق الإطاري لحل قضية دارفور. هذه الورقة شملت قضايا إجرائية وقضايا جوهرية للعملية التفاوضية، ولذلك بنفتكر أن هذه الورقة تشكل القضايا أو الإطار العام للعملية التفاوضية التي تجرى في الفترة الجاية إن شاء الله. نشكر الطرف الحكومي على الكلام الطيب اللي صدر من الأخ ممثل الحكومة أستاذ تعيشي، وبرضو الحكومة طلبت 72 ساعة بغرض التشاور والرد على الورقة. طبيعي جدا الناس تقدم الأوراق، وهذه القضايا بجد هي بتشكل قضايا جوهرية لحل النزاع في السودان ليحقق السلام الدائم الشامل. قدمت الحركة الشعبية جناحها جار في جلستها التفاوضية مع وفد الحكومة ورقتها حول رؤيتها للاتفاق الإطاري لقضايا المنطقتين. وأوضح ياسر عربان نائب رئيس الحركة الشعبية شمال جناح عجار في تصريح صحفي أن الوساطة منحت الحكومة فترة 72 ساعة للرد عليها، ووصف عربان الورقة بأنها شاملة تربط بين القضايا القومية وقضايا المنطقتين، وأكدت على وحدة السودان على أسس جديدة. وقال عربان إن الورقة تدعو إلى تكوين جيش سوداني مهني من حركات الكفاح المسلح والقوات المسلحة والدعم السريع يعكس التنوع السوداني ويدافع عن مصالحه القومية العليا. وأشار إلى أن الورقة أمنت على ترك قضية الدين والدولة للمؤتمر الدستوري، وبنى أن حركتهم قدمت تصور حول التنسيق والعمل المشترك مع الحركة الشعبية جناح الحلو، وأشار إلى أهمية أن تدخل الحركة بجناحيها للتفاوض بوثيقة واحدة من أجل مصلحة المنطقتين. نحن قدمنا ورقة لاتفاق إطاري حول المنطقتين، ونحن لا نريد أن نفسد الحوار والمفاوضات حول هذه الورقة باستقطاب حول إعلاميين، لكن ورقتنا ورقة شاملة بتشمل الآتي: بتشمل الربط بين قضايا المنطقتين والقضايا القومية، وبتشمل التأكيد على وحدة السودان على أسس جديدة. نحن خيارنا الوحيد هو توحيد السودان على أسس جديدة، ليست لدينا أي خيارات أخرى. وجه المدير العام لقوات الشرطة السودانية كلمة بمناسبة أعياد الشرطة السودانية والعربية، وأكد الفريق أول شرطة حقوقي عادل محمد أحمد بشاير حرص السودان على التعاون مع الدول العربية في المجال الشرطي من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. في هذا اليوم 18 من ديسمبر من كل عام بيوم الشرطة العربية الذي يخلد ذكرى انعقاد أول مؤتمر لغادة الشرطة والأمن العرب، والذي عقد بدولة الإمارات العربية المتحدة في العام 1972، ذلك التاريخ الذي تلاقت فيه إرادة صناع القرار الذين يحملون الهم الأمني في الوطن العربي لانطلاق مسيرة العمل الأمني العربي المشترك بهدف ترسيخ الأمن والاستقرار لبزء الغالي والنفيس من أجل أن تغرع من المواطن العربي بالأمن والأمان وتنعم مجتمعاتنا بالسكينة والأمان. ومن ذلك التاريخ ضبط هذه المسيرة الظافرة تتعزز عام بعد عام، وتتحقق الإنجازات تلو الإنجازات حتى أباتت مثالا يحتذى به على صعيد العمل العربي الأمني المشترك. اليوم نحتفل بيوم الشرطة العربية، والسودان يشهد عهدا جديدا في الحكم بعد ثورة ديسمبر المجيدة، والتي نشهد ذكرى انطلاقها الأول في هذه الأيام والتي تكللت بالنجاح.
والمنهى للعلوم باستقبال طلابها الجدد تزامنا مع الذكرى الأولى لثورة ديسمبر وبشريات العام الجديد، واستقبال طلابها الجدد بمشاركة واسعة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من الضيوف، وجددت الأكاديمية مضيها قدما في الطفرة العلمية التي ابتدرتها منذ إنشائها، وأكدت الأكاديمية حرصها على المعايير العلمية والتطبيقية التي تجعل من التميز الأكاديمي والعلمي واقعا في مسيرة طلابها. في احتفائية مشهودة وبحضور ممثلي وزارة التعليم العالي مدير إدارة شؤون الطلاب بالتعليم العالي دكتورة إشراق بيلو ومعتمد شرق النيل وأسرة بنك أم درمان الوطني بشرق النيل، أسدلت أكاديمية المنهل للعلوم الستار في ختام فعاليات المعارض العلمية والبرنامج الثقافي وحفل استقبال الطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد وسط تفاعل كبير لا سيما وقد صادفت المناسبة الاحتفالات بذكرى الاستقلال والذكرى الأولى لثورة 19 من ديسمبر. تفاعل وترحيب واسع بالطلاب الجدد في المساقات الطبية والعلمية الأخرى، وقد زان الاحتفال الحضور الكبير لأسرهم التي احتفت بها أسرة أكاديمية المنهل. أقف بينكم اليوم ونحن ممتنون لوجودنا هنا، ونسأل الله العلي القدير أن نكون أهلا لهذا الكم من الوفاء والعطاء، ونعكس ما تجتهدون في صنعه من أجيال المستقبل ووجهة السودان الحسن. وكيل أكاديمية المنهل الأستاذ عبد الرحمن السعدون تناول الروح الواحدة والتعاون والانسجام الذي ميز عمل الأكاديمية في كافة الأنشطة الصفية واللاصفية. إن الأكاديمية سعيدة بانضمامكم لها، وإنها سوف تضع كل إمكانياتها وتبذل قصارى جهدها لمساعدتكم في تحقيق أمانيكم وتطلعاتكم، وإني على ثقة بأن أساتذتكم سوف يكونوا خير عون لكم في تحصيلكم العلم وإرشادكم وتوجيهكم. عميد أكاديمية المنهل للعلوم البروفيسور محمد البشير عبد الهادي عدد النجاحات التي حققتها الأكاديمية في مجالاتها وبرامجها المختلفة من الناحية العلمية والتجريبية. نحن في عهد نحتاج فيه إلى التجارب، ونحتاج فيه للتعاون، ونحتاج فيه لمد اليد لبعضنا بعضا حتى نخرج جيلا عالما مجربا مشاركا في كل أنشطة الحياة المختلفة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جانبها أثنت على ما قدمته أكاديمية المنهل للعلوم من خلال تجربتها المميزة، وقالت الدكتورة إشراق بيلو إن تجربة أكاديمية المنهل تعد مفخرة بين رصيفاتها من الكليات الأخرى. إن إدارة شؤون الطلاب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسعى إلى توفير الرفاهية لطالب التعليم العالي على المستوى القريب، وذلك بتوفير المسكن والمأكل والمشرب ووسائل التعليم والتعلم لكي يضاهي نظيره على المستوى الإقليمي، ونطمح مستقبلا أن تكون الرفاهية على المستوى الذي يضاهي به نظيره على المستوى العالمي. وتم في ثنايا الاحتفال تكريم الطلاب المتفوقين في المناشط الثقافية والرياضية، وقدم الطلاب العديد من المناشط الأدبية والفنية. مصطفى عبيد الله، شروق، الخرطوم.